اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كان استاذ عصام سالم ليه تبرير. اتفضل. طبعا انا مش ممكن اسمع التبريرات دي وانا اقعد ساكت. لا اتفضل يا فندم. انت عايز تبرد الحمار اللي انت ولعتها. مش تبرر. تبرد. اتفضل. اولا انا بقول هذا الكلام من ايه؟ ان اولا انا رايي انه بدا التشكيله غلط باختصار شديد. الحاجه الثانيه الاخطاء الساذجه هي سبب الجولين. نعم. يعني خطأين دفاعيين في منتهى السذاجه. الحاجة الثالثة لما دخل في التغييرات دخل في وقت متأخر. والله أنا في المدرج بيت عمال أقول لهم لازم يلعب محمد شريف راس حربة وطلع حسين الشحات ولعب طاهر على الطرف. مسألة مختلفة خالص عن الجو اللي كان عامله ده. لما صلح الأوضاع الدنيا اتحسنت. لا وكان أفضل بالتأكيد يعني. فهو أنا بقول لك ده هو ده السبب إن كان المسألة. لا أنت عارف كأنك أنت بتقدم لهم نتيجة المباراة على طبق من فضة. أنت ساعدتهم كتير. هو زي ما أنت بتقوله الأستاذ أمن بيقول الفرقه جايه وعندها خلفيه الماتش بتاع السنه اللي فاتت وعارف قيمه النادي الاهلي بالتاكيد وعامل حسابه قوي. لكن انت برضو اديته اكتر مما يستحق. لا صحيح. هو نفسه قال لك انا بلغت في الاحترام. هو نفسه بعد المباراه قال في المؤتمر الصحفي انني بلغت في الاحترام. عموما انتهت المباراه. الجمهور برضو ما كانش في صالحنا يعني. برضو الجمهور برضو من البدايه فجاه مدويه. لا بس انا اقول لك تفسيرها. هم حجزوا من الاول يا فندم. هم عارفين دي ماتشهم. هو ده برضو من عيوب تنظيم البطوله يا كابتن. ده من عيوب تنظيم البطوله انه احنا من عيوب تنظيم البطوله ان احنا نبقى مش عارفين هنلعب. مش عارفين هتحجز ازاي. ما هو ده لانك ما انتش عارف هتوصل نصف نهائي ولا. صحيح. والعيوب اللي جايه في البطولات الاكثر برضو لما يبقى في 18 فريق من يبقى في قصدي يبقى ثلاث يبقى في ثلاث فرق من افريقيا وثلاث فرق من اسيا بس والباقي بقى من امريكا الجنوبيه ومن الناس دي عندها يعني. كابتن احمد ثقافه مختلفه عن ثقافتنا. احنا عاملين كده زي بكره رمضان واحنا عارفين انه بعد السنه يبقى في رمضان. تبدا تتحرك في اخر لحظه. هو عارف من اول القرعه ان في نصف نهائي وايه رحله اربع ايام. بس احنا ما كناش نعرف نقابل الناس في الشارع. يا ريس احنا ما كناش نعرف. بس انا بستمتع بالبطوله. انت هتحجز ماشي انت يا اما بقى هتضطر تحجز كل الماتشات او تحجز ماتشات ما تروحش. المشكله انك مش ضامن توصل يعني. انت عارف دلوقتي كاس العالم لا ناس بتحجز دلوقتي الماتشات المانيا وماتشات البرازيل وماتشات البتاع. ما هو حضرتك بيحجز ماتشات مجموعه. خلينا نقفل ملف بطوله كاس انديه العالم. الحقيقه يعني انا لما حضرت وشفت فعلا هي بطوله ممتعه وكل المسؤولين موجودين سواء المحليين او الافارقه او العالميين او المسؤولين عندنا في الاتحاد المصري والانديه المصريه.